امي عم تحضر ورق عنب بالخضره. هيدا الورق بتلجه بموسم، ورق العنب بتلفه هيك وبتلجه، بس تفكه بتحطهم بالمي. لازم يفكوا عشان ما يتكسر. تحطوهم بالمي تنترون ليفكوا، بعدين تفتحوا الورقات عشان لا يتكسروا. شوف لونهم كيف اخضر، كثير طيب مع الجزر. جربوا حطوه مع البطاطا. لورق العنب بالخضره بدنا بندوره، عصير ليمون، بقدونس، نعناع، بصل اخضر، رز مصري مغسول، ملح، زيت زيتون، وشويه فلفل حار. الخضره فرمناها ناعم، هلا رح نحطها مع الرز. بنضيف دبس الرمان، نخلطهم مع بعض، صار عنا حشوة ورق عنب بالخضرة. الحشوة صارت جاهزة. هيدا ورق العنب بعد ما فك، شوفوا لونه اسم الله. هي طريقة أمي بحفظ ورق العنب بموسمه، بس بتلفه بنايلون وبتلجه. هيدي الورقة، ورق العنب، حشوة، هيدا الطرف وهيدا الطرف، وبنضغط نحن عم نلف الحشوة لجوا هيك، تنلف بهالطريقة. خلصنا، بنرتب الورقات بالطنجرة. حطينا مية الخضرة اللي نزلت من الخضرة، فيها عصير الليمون، زيت الزيتون، إذا نقصت زيدوا شوية مي، وعلى النار بعد ما نحط الصحن. زدنا لهم مي وملح. هلا بنحط الفخارة، شوفوا مستوى المي كيف لازم يكون هيك، وهلا على النار. بعد نص ساعة بنشيل الفخارة. ليش أول شي بنحطها؟ عشان لا يتحركوا، بتكون ميتهم كتير. بعد نص ساعة شوي بتخف ميتهم وبس، وعلى نار هادي لتستوي حبة ورق العنب. كل ورق له وقت، نحن بنغليهم تقريبا على نار هادي ساعتين. هو سخن بيكون عم يغلي، الهواء البارد بفوت عليه بسوده، منخليه يدفى وبعدين منصبه. هيك بضل ورقات وخضر. يسلم ايديك يا امي بشعرك.